البطولة الأفريقية، سان داونز أصبح هو المنافس للنادي الأهلي في دور الثمانية في البطولة الأفريقية. عايز أعرف شعورك أول ما عرفت إن هو سان داونز، ولا أنت كان عندك إحساس إن أنت من الممكن إن أنت تواجه سان داونز؟ لأن جمهور الأهلي كله كان عايز يلعب ضد حورية كوناكري الغيني. Bueno, nosotros en la oficina احنا كنا في المكتب hicimos el mismo la misma proyección. عملنا نفس الحكاية، اتكلمنا في نفس الموضوع. Pero al final لكن في النهاية para ganar hay que ganarle a todos. لازم نكسب كله. Así que bueno, te tocó este. كان من حظنا لعب مع سان داونز. Y habrá que prepararse para ganarle a este. No sé, لازم نجهز نفسنا ان احنا نكسب ده. Seguramente vamos a tener un buen ambiente en Sudáfrica. اكيد هنعمل هيكون في جو كويس معمول. Bueno, campo de juego. ملاعب كويسه معده كويس. Buen equipo, un equipo que juega bien. وهو فريق بيلعب كويس. Pero bueno, tenemos ilusión de que podamos vamos a poder ojalá poder pasar esta etapa. لكن عندنا امال ان احنا نقدر نعدي المرحله دي. معاهم مدرب خبير في البطوله الافريقيه بقاله 7 سنين ماسك الفريق. حضرتك تعلم التجانس اللي موجود لما يبقى في مدرب بقاله 7 سنين. ده نهائي مبكر الحقيقه، زي ما كل الناس شرحت وقالت ان ده نهائي مبكر للبطوله الافريقيه. كيف ستتعامل مع كل هذه الظروف؟ وبالمناسبه حقق معاهم اللقب قبل كده. Y bueno, es un elemento, es una, la experiencia es un grado, la experiencia es importante. الخبرة عامل مهم جدا طبعا. No es definitivo. لكن مش هو عامل النهائي. Si no ganarían siempre lo mismo. في الحالة دي كانوا هيكسب نفس الفريق دايما. Pero todo y todo, todo evidentemente es un muy buen equipo. لكن دايما هو فريق كويس. Tiene un gran entrenador. عنده مدرب رائع. Es un equipo importante. فريق مهم. Y seguramente también tiene la ilusión de poder llegar a la final. واكيد عنده الامال ان هو يوصل للنهائي زينا. Yo respeto eso. انا بحترم ده. Pero también tenemos nuestra ilusión. لكن عندنا احنا بقى امال. Tenemos nuestra confianza en los jugadores. وعندنا ثقه، عندنا ثقه في لاعبتنا وفي الفريق. Y vamos a intentar. وهنحاول. Que esa experiencia a la que él hacía referencia no se note. ان الخبره دي ما تتلاحظش قوي. طبعا عندك ازمات ومشاكل كتيره في الرحلات الافريقيه، يعني لما بتسافر هنا الكونغو، لما بتسافر هنا هنا هنا، ولا انت متعود على الازمات والمشاكل دي؟ ان امريكا موي باريسيدو. في امريكا ده بيكون شيء في تشابه كبير قوي. فعلا؟ طب كويس. اي كاسير تنيس كاسير اسكالاس. في رحلات بتعمل فيها ترانزيت في بعض البلاد وممكن ياخر الرحله. ديجامو فورما بارتي دي استو، نو؟ ده جزء من الشغل بتاعنا. طيب، واجواء الاجواء نفسها بقى، الرطوبه والحر والكلام ده كله، نوعيه ارضيه الملعب في كل بلد مختلف. يعني انت في الكونغو لعبت ضد على ملعب ترتان، الثوره شبيبه الثوره لعبت على ملعب ترتان، لكن رجعت لعبت مع تسيمبا مباراه على ملعب نجيل طبيعي هنا في مصر، النجيل الطبيعي. هل ده بيؤثر بشكل سلبي؟ pero que todo es que todo afecta. كله بيأثر طبعا. vuelvo a los ejemplos que uno conoce. هرجع للامثال، بعض الامثال اللي انا قلتها واللي عارفها. por ejemplo jugar a 4500 metros de altura. تلعب على ارتفاع 4500 متر فوق سطح البحر. في امريكا بيحصل لك ده، لو بتلعب في بوليفيا ممكن يحصل لك ده. o vas a algunos países del pacífico por ejemplo a ecuador. بتلعب في الباسيفيك لكولومبيا، بتلعب في كولومبيا او في بلد ثانيه. y tienes que jugar bajo lluvia todo el partido. وتلعب تلعب تحت الامطار والملعب غرقان. Hay que adaptarse a todo. Para ganar algo hay que adaptarse a todo. لازم نتفاعل ونتعامل مع كل الاوضاع. En este caso, bueno, será un viaje largo. ممكن في ده يكون رحله طويله. Seguramente, bueno, repito, un muy buen equipo. فريق قوي. Pero tenemos nuestra ilusión. لكن عندنا امال. Queremos llegar a la final. ان احنا عاوزين نوصل للنهائي. Y para llegar tenemos que tratar de sortear este rival. ولازم نوصل لده.